نشرة الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على هامش إشرافه أول أمس على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. اللقاء الذي حضره لأول مرة 20 ممثلا عن مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية السمعية المرئية الإلكترونية والمكتوبة اتسم بنقاش مفتوح وثري فسح فيه المجال لطرح قضايا الراهن الوطني والإقليمي والدولي بالإضافة إلى مختلف الانشغالات والاهتمامات المهنية للصحفيين. السيد الرئيس أكد أن موقف الجزائر تجاه سوريا وعضويتها كمؤسس في الجامعة العربية ثابت لن يتغير. أبدا ما تغيرنا بالنسبة لسوريا، وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبة لنا. احنا شئنا نقوم به، قوموا به على أساس أن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية، تعزلها ولا ما تعزلهاش، ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، قداش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان امس واليوم. الهبه اللي هبت الجزائر لمساعده شقيق انضر بالزلزال كانت هبه يعني من القلب، ما فيها لا حسابات سياسيه ولا الباقي. فيه نظام دولي فارض نفسه على 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 الضعيف قبل القوي. نتمنى إن شاء الله باش الأمور تتغير، باش الرؤية العربية تعاود تتغير، وهذا التشرذم اللي رانا فيه اليوم يعاود يرجع قوة ويرجع نظام عربي. احنا قلناها مرارا وقلتها في أيام اجتماع الجامعة العربية، من المفروض نأمن احنا أول من يأمن بقوتنا. رئيس الجمهورية أكد الالتزام بتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالمؤسسات الإعلامية دون استثناء على أن تتنظم في نقابات. إمكانيات احنا مستعدين نوضعها تحت تصرف كل الجرائد بدون استثناء. ولكن لازم أول التنظيم، أنا تكلمت على التنظيم باش نضموا نفوسكم في نقابة وفي كذا. ثانياً لما تكون الروح الوطنية عالية، المقالات تكتب بروح وطنية، حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشيء اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرؤية اللي تشوفوها أنتم. رئيس الجمهورية أكد ثقة الجزائر في أبنائها وأن لها زخما من الجرائد والعناوين، مبرزا أن التصنيف الذي يجب أن تعتمد عليه الجزائر هو تصنيف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. تركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء على الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرائد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتير سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه ونا يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي زوان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد لو ان جي، الناس اللي يسيروا هاد لو ان جي واللي يوجهوا لو ان جي. في موضوع آخر، وفي الانشغال الجامعي، تدعمت جامعة وهران واحد أحمد بن بلة بأربع منصات رقمية، منها منصة تتبع المسار العلمي للطالب قبيل وبعد التخرج. محمد سالمي. لن يضطر كل من الشابين محمد وبلقاسم خريجا كلية الطب للقدوم إلى نيابة جامعة وهران واحد أحمد بن بلة بشكل متكرر، وهذا بعد استحداث منصة رقمية القاضية بتسهيل خدمات استخراج الوثائق الجامعية.
شفنا بلي الامور تسرات بارابور ساعه كانت صاب خي كيكو مينوت هذه لوبيراسيون كامل ما طولتش بضع دقائق حوالي ربع دقائق خمس دقائق كنا كملنا كامل الاجراءات وخذينا الدبلوم تاعنا. مبادره جيده جدا وسهلت بزاف على المواطن وعلى الطالب ما ولاش يستغرق وقت طويل بيخرج صوالحه والاوراق تاعو ثمنوا المجهودات اللي قامت بهم الجامعه والاداره الجامعيه عموما. هذه المنصه كذلك تساعدنا بتتبع مختلف مسارات الطالب من حيث سحب البكالوريا والتنازل عن الماستر او التحويل الى غير هذا، كما تشمل عمليه الرقمنه اذا معرفه ميدان توثيق ملف الطالب مثلا الشهاده او كشوف النقاط. ما هو الهدف من هذه المنصه؟ هو تتبع مسار الطالب من اول دخوله بالجامعه حتى تخرجه ومختلف العمليات التي يقوم بها حتى بعد التخرج. هذه الارضيه تعد اضافه للمكاسب التي حققها هذا الصرح العلمي وجهوده في تقريب المسافات ومواكبة الرهانات. من أهم الخطوات والإنجازات في هذا المجال تكوين المكونين على منصات التعليم عن بعد كمنصة مودل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهناك أساتذة هم بصدد التكوين، بالإضافة كذلك إلى أيام تحسيسية إعلامية للطلبة عن نوعية المقاييس التي تدرس عن بعد. سنصل إلى دكتوراه يعني بدون ورق لتحتل جامعة وهران واحد مكانتها التاريخية ومكانتها الأصلية. تجدر الإشارة إلى أن المنصات الرقمية التي تم استحداثها مؤخرا بجامعة وهران واحد عددها 4 والتي تعد استجابة منها لتطوير المرفق العام وتقريب الإدارة من الطالب. تتواصل بالعاصمة عملية تلقيح الحجاج الميامين بهدف تأدية ركن الحج في أحسن الظروف وفق برنامج موسع يتضمن فتح عدة نقاط صحية. أحمد خير الدين. ضمانا لصحة الحجاج تتواصل عملية تلقيح المقبولين في قرعة الحج لهذا العام. هنا بمؤسسة الصحة الجوارية بوشنافة ببئر مراد رايس بالعاصمة يتوفد الحجاج لأخذ اللقاحات واجتياز الفحص الطبي وسط استعدادات وتنظيم محكمين. والحمد لله يعني الظروف هي تمشي ودرت وعطوني الفاكسة تاع الصحة كومبلي والدواء ما شاء الله ما جزنا بالخف الدواء تمشي الأمور هايلة. الحمد لله جزنا عند الطبيب ودرنا التلقيحات ان شاء الله الله يبلغ المقصود ان شاء الله. جينا ان شاء الله ندير الفاكسة مسببين البيت ربي يا رب ويعيشوا اولادنا ويعيشوا احبابنا ويعيشوا الامه تاعنا في الخير في الصحه والعافيه. ومن اجل انجاح هذه العمليه تم تخصيص فرق متعدده تضم اطباء واعوان شبه طبيين من اجل ضمان السير الحسن لهذه العمليه. كل حاجه ان شاء الله اسمه موجود على القائمه يتقدم للعياده متعدده الخدمات للينابيع يجيب الباسبور تاعو يجيب صوره شمسيه يجيب شهاده النجاح تاعهم اللي خرج بها في القرعه ولا عنده ملف طبي يجيب ملف طبي وفصيله الدم. وتبقى سلامه حجاجنا الميامين اولويه قصوى خاصه في ظل كثره المخاوف من الاوبئه والامراض المعديه خلال رحله الحج. تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلة بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي مساء أمس لإخماد حريق أتى على أجزاء معتبرة من أشجار نخيل بمنطقة باب سبع بقصر ورقلة، وقدرت الخسائر ب 132 نخلة مثمرة وخمسة هكتارات من الأعشاب الضارة دون تسجيل خسائر بشرية. تدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية ورقلة هذا المساء بالمكان المسمى باب السبع من أجل حريق أتى على محصول النخيل، حيث تدخلت مديرية الحماية المدنية بتعداد بشري قدر ب 56 فرد من مختلف الرتب بالإضافة إلى 9 شاحنات من مختلف الأوزان بالإضافة إلى 3 شاحنات تابعة للجيش الوطني الشعبي، حيث أتت هذه الخسائر على حريق 156 نخلة مثمرة بالإضافة إلى 5 هكتارات. تحكم حاليا يتم تحكم في الحريق نهائيا، حاليا في عملية التبريد والحراسة.
وبهدف الاحتراز من الكوارث الطبيعية حملة تحسيسية من المخاطر الكبرى نظمتها الحماية المدنية بولاية سطيف بإسهام كل القطاعات عبر تمرين افتراضي لمحاكاة الكارثة. سعيد بلونيس. أمام تزايد وتنوع الكوارث الطبيعية بفعل التغيرات المناخية وحجم أضرارها البشرية والمادية، فإن الفيضانات تشكل أخطر هذه الكوارث. لتأتي المناورة الافتراضية للرفع من درجة التأهب وسرعة التدخل وحشد الإمكانيات وتسخير الوسائل عبر تفعيل مخططات النجدة فور حدوثها. والمركز العملياتي هنا في عين مكان الذي يتكون من مختلف المقاييس التي لها علاقة مباشرة في التدخل وفي الإنقاذ في وقوع مثل هذه الكوارث. ولاية سطيف أبانت عن استعداد كبير لهكذا حوادث عندما اعتمدت أسلوب الاستباقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين والقطاعات لإنقاذ المواطنين والممتلكات بإشراك كل الفاعلين سيما المجتمع المدني. أنا جبنا ناس متطوعين في مختلف المجالات، يعني عندنا مسعفين، عندنا ناس عندهم علاقات كما نقولها بعملية الإنقاذ، عملية الإسكان، عملية الإمداد. هكذا تمارين من شأنها وضع الهيئات المعنية في وضعيات تقترب من نماذج حقيقية وفرصة لتدارك الاختلالات وتحسين الأداءات. دوليا، وفي فلسطين أصيب شاب فلسطيني ليلة أمس بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني القدس المحتلة، واعتقل شابان بعد مواجهات عنيفة أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك. هذا واستشهد أمس 4 فلسطينيين بمدينة نابلس، وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال الصهيوني والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات اندلعت شمال غرب رام الله. في أخبار الرياضة ولحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا للناشئين لأقل من 17 عاما، يواجه اليوم المنتخب الوطني نظيره الكونغولي بملعب نيلسون مانديلا في 8 مساء في مباراة مصيرية لحسم ورقة التأهل للدور المقبل. هذا وأكد الناخب الوطني أرزقي رومان خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن أشباله عازمون على تقديم مباراة في المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اقتطاع تأشيرة العبور إلى الدور ربع النهائي. وهذا الآن برنامج مباريات اليوم. ونختم بجولة طربية تقودنا إلى العمق الإفريقي، حيث أحيا الفنان الصاعد سلطان قناوة حفلا فنيا بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة، استمتع فيها الجمهور الحاضر بوصلات غنائية تراثية بمختلف لغات إفريقيا. عبد الجبار بن يحيى. كصوت أثير يقودون في جولة ماتعة إلى القارة السمراء تزدح بكل لغات العمق الإفريقي، كقضية تعبر الحدود وتصنع لنفسها نمطا أصيلا قائما. جولة في إفريقيا حاولنا أن نمزج الموسيقى الجزائرية مع الموسيقى الإفريقية والموسيقى العصرية على قالب جزائري 100%. هذه الفكرة كانت بديناها ونتمشوا عليها بشوية بشوية، تحققناها باش نبينوا باللي الجزائر هي مهد الحضارة، مهد الحضارة الإفريقية. مسار رحلة طويلة تنطق فيها آلة الجمبري فتعزز الوجود وتشدو بالاعتراف بكل اللغات. كاين لغة، كاين نخدموا باللغة الحوصوية، نخدموا باللغة البمبركية واللغة الفنانية، هذه اللغات كاع يمثلوا إفريقيا. الفن جزء من الكل، مرآة التاريخ والحاضر والمستقبل. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، جمعة طيبة والسلام عليكم.